بالنسبه لهذا الكتاب هذا كيندرج واحد المساهمه في حفظ ذاكره لشخصيه وطنيه لها كانت لها قيد حياتها انشغالات متعدده في المجالات السياسيه والمجالات الحقوقيه والمجالات الجمعويه. هذا المؤلف بطبيعة الحال هو أولا كيسلط الضوء على بعض المحطات اللي رافقت السي محمد الحيحي، أولا رجل التربية من سياس السياسي والحقوقي، والكتاب الهدف الأساسي ديالو هو إثارة الانتباه لهذه الشخصية لكي تكون قدوة للأجيال الصاعدة، خاصة أنه في المرحلة الحالية التي نعيشها والتي تتطلب مجهودا مضاعفا من أجل صيانة ذاكرتنا الوطنية المشتركة حتى تكون هذه الذاكرة نبراسا للأجيال الصاعدة. الكتاب هو كتاب يتضمن 437 صفحة من القطاع المتوسط، وكذلك معزز بعض الصور التاريخية لأنشطة السي محمد الحيحي سواء في المجالات السياسية أو في المجالات التربوية أو في المجالات الحقوقية. هناك قاسم مشترك بين مختلف الشهادات التي تضمنها الكتاب، والبالغ عددها 50 شهادة. أولا تبرز الخصال التي كان يتميز فيها الفقيد قيد حياته، وكذلك تؤكد على أنه كان رجل تربية بامتياز ورجل وحدة، فدائما كان يدعو إلى الشباب إلى الاهتمام بالقضايا المصيرية ويحاول التوفيق وتوحيد الرؤى بين مختلف الفعاليات في هذا المجال. نلتقي في هذه الأمسية في إطار الدورة 29 للمعرض الدولي لنشر الكتاب لتقديم كتاب محمد الحيحي ذاكرة حياة، الكتاب من إصدارات دار النشر الفاصلة بطنجة، ويتكون تقريبا من أزيد من 440 صفحة. هذا الكتاب هو كتاب احتفائي وأيضا تكريمي لشخصية وطنية فدة هو السي محمد الحيحي، ويعرف بهذه الشخصية وبإسهاماتها في كل المجالات التي عملت فيها، سواء على المستوى السياسي، على المستوى الجمعوي، على المستوى الحقوقي، على المستوى التربوي. ويقدم الكتاب كذلك أزيد من 50 شهادة لنخبة من الأطر التي شغلت مع المرحوم في مراحل من مراحل حياته، أو تتلمذت على يده أو تكونت على يده. والكتاب أيضا حافل بمجموعة من الوثائق والصور، بعضها ينشر لأول مرة. الكتاب بطبيعة الحال محاولة لرد الجميل لهذه الشخصية الوطنية الفدة لكل ما قدمته لبلادنا، وهو داخل أيضا في إطار مشروع حلقة الوفاء لذاكرة السي محمد الحيحي لرد الاعتبار لهذا الشخص ولإسهامته، وأيضا لإخباري وإعلامي وتكويني الأجيال على ثقافة الاعتراف وثقافة تثمين مجهودات الذين سبقونا.